خلينا نروح، تعرف بعد بكره خلاص الاهلي وسيمبا، وجماهير نادي الاهلي عايز تطمن على الفريق. فالحقيقه يمكن مع تمرينته النهارده زميلنا محمد توفيق موجود في نادي الاهلي في الجزيره، خلينا نروح له ونطمن ونعرف اخر اخبار استعدادات الاهلي لمواجهه سيمبا ان شاء الله. محمد مساء الخير، كل سنه طيب اولا، ونتعرف منك على اخبار استعدادات التمرينه قبل الاخيره النهارده اللي اجراها مارسيل كولر اللي لعبته. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك وزميلنا العزيز محمد سعيد والكابتن عمير عبد الحميد، احد المجيدين واللاعبين اللي اثروا بشكل كبير جدا في فتره تاريخيه النادي الاهلي. يمكن طبعا فاكر اول مباراه كابتن امير في ظروف صعبه وقفها، كانت مباراه المحله في الدوري تحديدا، فاكرها كويس جدا. الحمد لله كان التوفيق معاه وبعد كده ربنا فتح له الطريق لبطولات كتيره جدا. يمكن يا احمد زي ما قلت خلاص النهارده التمرين الرئيسيه استعدادا لمباراه سيمبا ومباراه العوده، طبعا بعد تحقيق نتيجه ايجابيه في دار السلام وفوز النادي الاهلي 1-0. ولكن طبعا زي ما مستر مارسيل كولر واللاعبين اكدوا، المهمه لا زالت قائمه ولسه المباراه صعبه جدا، خاصه انك امام منافس محترم جدا وخصم قوي جدا في الملعب. يمكن الجهاز الفني على مدار اليومين الماضيين والنهارده ثالث يوم على التوالي مواصل التدريبات بشكل اكثر من رائع، كان عمل جيد جدا كل يوم. مستر مارسيل كولر حريص على قبل بدء المران على اجتماع باللاعبين في ارض الملعب والحديث عن اهميه هذه المباراه واهميه هذه المرحله، ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق الفوز والصعود للدور قبل النهائي باذن الله رب العالمين. يمكن النهارده التدريب كان معتاد زي ما قلت لك، محاضره قبل المران، جلسه في الملعب مع اللاعبين، ومن بعدها على طول تدريبات قويه جدا بدنيه، ومن بعدها يمكن اختتم المران بتقسيمه قويه جدا شارك فيها ثلاث مجموعات من اللاعبين او ثلاث فرق من اللاعبين. ابرز ملامح المران النهارده هو طبعا محمد الشناوي يعني بيواصل تدريباته بالكره قبل طبعا بدء المران، طبعا تحت اشراف دكتور احمد جبلة طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي، وكمان مستر ميشيل يانكون على طول موجودين مع الشناوي بيطمنوا عليه، وطبعا في تنسيق مع الخبير اللي اجرى له الجراحه في المانيا، وكل استعداداته يعني بتتم بشكل اكثر من رائع. كمان ياسر ابراهيم وعمر سيد معوض ظهروا النهارده قبل التمرين، ويمكن اجروا التدريبات الجاريه حوالين الملعب ان شاء الله تمهيدا لدخولهم مع الفريق تباعا ومواصله برنامجهم التاهيلي والعلاجي. كمان كان موجود النهارده يا احمد يا محمد مجموعه من الناشئين شاركوا في تدريبات الفريق، وكل حاجه زي ما بنقول يعني التدريب الرئيسي ظهر كل اللاعبين الحمد لله بشكل اكثر من رائع. باذن الله يكون التوفيق معاهم وباذن الله يكون الفوز حالفنا امام سيمبا، وان شاء الله الصعود لدور الاربعه. يمكن كمان بكره يوم حافل جدا الساعه 1 ظهرا ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر وكابتن فريق النادي الاهلي، على طول بعدها الساعه 1:30 هيبقى المؤتمر الصحفي الخاص بفريق سيمبا التنزاني. الساعه 8 مساء باذن الله رب العالمين هيكون المؤتمر او الاجتماع الفني هنا في داخل النادي الاهلي بالجزيره، طبعا ما بين المسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي نادي سيمبا ومسؤولي الاتحاد الافريقي لترتيب والاتفاق على كل ما يدور حول المباراه، سواء ازاي او موعد الحضور او كل الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه. كمان يعني حابب اطمنكم واطمن كل جمهور النادي الاهلي، وسام ابو علي الحمد لله بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل تام، كل اللاعبين الحمد لله في حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه. كمان حراس المرمى مصطفى شوبير، محمود الزنفولي، حمزه علاء، مصطفى مخلوف بيؤدي تدريباتهم بشكل اكثر من رائع، يتبقى فقط بس توفيق ربنا وباذن الله يكون الفوز من نصيبنا، وباذن الله تكون خطوه مهمه جدا لصعود لدور الاربعه باذن الله رب العالمين باذن الله. طب توفيق، هل في ملامح ممكن تطمننا؟ هل ممكن وسام يكون موجود في قائمه بكره؟ ياسر ابراهيم النهارده شارك في المران الجماعي ولا لسه شويه وقت على مشاركته؟ يعني انت عارف في لعيبه كانت بعيده بقالها فتره فالناس عايزه تطمن، هل في امكانيه لده بما انك تابعت التدريب النهارده ولا الامر لسه مش محسوم؟ بالنسبه لوسام محمد فدخول القمه من عدم وده امر فني يرجع لمستر مارسيل كولر، ولكن هو من الناحيه البدنيه والفنيه هو لائق جدا المباراه. دخول القمه من عدم ده امر فني بحت يرجع لمستر مارسيل كولر. ياسر ابراهيم يمكن لسه بعيد شويه محمد، يمكن بدا زي ما قلت لك الجري حوالين الملعب، هيكون في اشعه الاسبوع المقبل باذن الله رب العالمين يعني تبين مدى التئام الاصابه، طبعا انت عارف كان عنده مزق في الخلفيه، فالاشعه باذن الله تشوف يعني نوصل لحد فين في الاصابه، لكن اعتقد ان هو بره مباراه سيمبا بشكل كبير جدا، لسه قدامه فتره من الوقت. زي ما قلت لك محمد الشناوي كمان يمكن باذن الله على يوم 15 ابريل هيكون في اشعه ثانيه تبين بقى بعد ما بدا يتمرن تدريبات خفيفه كده بالكوره، زي ما قلت لك على طول يعني حتى في التدريب محمد وهو بيتدرب مستر ميشيل موجود جنبه، وكمان دكتور احمد جاب الله موجود جنبه بيتابعوا التدريبات خطوه بخطوه، بيتمرن كده بالكوره على خفيف. فان شاء الله كمان 15 ابريل هيكون في اشعه ثانيه تبين بقى يعني الجراحه وصلت لحد فين، الحمد لله ماشي بمعادلات اكثر من رائعه، وقريبا جدا ان شاء الله يكون مع الفريق طبقا لخطه الواضحه الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي
بالفعل، ولكن ان شاء الله هو اقرب اللاعبين للوجود في قائمه المباراه هو وسام ابو علي. طبعا بنتكلم في ما يخص المصابين، ولكن طبعا كل هذه الامور ترجع فنيا لمستر مارسيل كولر، ولكن باكد لك ان اللاعبين كلهم تصميم وحافز كبير جدا، والجهاز الفني بيتكلم معاهم ان المباراه لسه في الملعب. محمد الشوط الاولاني انتهى بفوزنا 1-0 في دار السلام، ولكن يتبقى الشوط الثاني في القاهره باذن الله يكون توفيق ربنا معانا، وباذن الله نحقق الفوز، وباذن الله نصعد لدور الاربعه ونحافظ على لقبنا والدفاع على لقب النادي الاهلي، وباذن الله حلم النجمه ال 12 باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. زميلنا محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبار تمرينه النهارده، تبقى تمرين او مران اخير بكره ان شاء الله. كل التوفيق لرجالتنا.